الو، هاي اكرم، انا في المشتل في الفيوم. عادي، امبارح بالليل وانا بشتغل في المشتل تليفوني قطع، ف بت في الاوتيل اللي احنا كنا رحنا اتغدينا فيه قبل كده. ما اتصلتيش من الاوتيل ليه؟ اكرم حبيبي، ايه الاسئله دي؟ مالك قلقان كده ليه؟ اكيد قلقان، يعني مش هقلق عليك، هقلق على مين؟ لا ما تقلقش عليا، يعني انا كويسه يا اكرم. هو سمير عامل ايه النهارده؟ ما كلمتوش. اصل انا كلمت عم سيد لقيته ما بيردش، فكنت عايزه سمير يجي ياخدني. لا انا هجيلك. لا ملوش لزوم، اتس فاين، انا هتصرف، هاخد عربيه من هنا. انا جايلك. ما تقفليش الموبايل. حاضر، مش هقفل تليفوني. ايه ده؟ مين اللي هياكل الاكل ده كله؟ انا ما بجاوبش على اي اسئله قبل الفطار، اوكي؟ اوكي. بصي بقى، انا امبارح سمعت كلامك في كل حاجه ونفذت لك كل حاجه انت عايزاها. النهارده بقى انت لا تسمعي كلامي. حاضر، بس انا في حاجه كمان عايزه اطلبها منك. انا بعد الفطار لازم ارجع المشتل عشان هو هيجي ياخدني من هناك. ممكن بليز ما تجيش؟ اوكي. شكرا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. هستناكي في الحلم يا ماما. إن شاء الله بقى نور. يلا حبيبتي. إيه ده؟ عوضت فهمي يا عبد العزيز. دي ماتت من 3 أيام. دي تقرب لماما؟ عمتها برضه يا نور، عمتها، ربنا يرحمها. يلا. احنا ازاي معرفناش انها ماتت؟ هو انت مش قايل لقرايبي ان انا معاك؟ لا انا قلت لهم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيكم مشكور. مين حضرتك؟ استنيني بره يا نور. ليه؟ استنيني بره بس. البقاء لله، ربنا يصبركم. وحضرتك تعرف المرحومة؟ لا الحقيقة ما عرفهاش، احنا كنا معدين بالصدفة فلقينا الحوش بيتنظف فقلنا نقرأ الفاتحة على أموات المسلمين. كتر خيرك. البقاء لله. البقاء لله. بقولك ايه، مش عايزه نروح السينما؟ لا، فرصه وانا اجازه، بعد كده هتتحايل عليا. مش عايزه. هما الناس اللي كانوا هناك دول قرايبي؟ لا ده تلاقيهم كانوا جايين يقروا الفاتحه او حاجه. هما اللي سالوك انت مين؟ عشان ما يعرفنيش، وشكلهم كده من الفرع البعيد في العيلة وليهم حد مدفون وجايين يقروا له الفاتحة يا نور. هاي بابي. ايوه يا نايله، انت فين؟ انا في المشتل. كلمتك كتير وما بترديش،
قلقت عليكي. سوري يا اسلام، كنت بشتغل في المشتل والتليفون قطع مني. انت كويس؟ مالك بتنهك كده ليه؟ ابدا، كنت بجري شويه، انا عايز اشوفك. لا انا قصدي انك تجيلي. ليه؟ انت كويس؟ انا كويس بس محتاج اشوفك. في لندن؟ طب ليه؟ عادي، وحشاني. انت كمان وحشتنا يا بابي. طيب الويكند الجاي ممكن اجيب تالا واجيلك. تالا مين؟ انا قلت لك انا عايز تالا. هو الواحد ما يعرفش يشوف بنته لوحدها ابدا؟ هو انت عايز تشوفني عشان انا وحشتك بس؟ يعني هو لازم يكون في سبب عشان اشوفك؟ ها قلتي ايه؟ حاضر با. اوكي اوكي، باي باي. قلقان قوي عليا كده؟ طبعا قوي. انا كمان قلقت عليك قوي، بالذات بعد ما سمعت الفويس نوت بتاعتك. بس مش عارفه، انا فجاه تليفوني قطع وما كانش معايا تشارجر وما عرفتش اكلمك. بس المهم انك انت كويس دلوقتي. الحمد لله، ربنا ستر. كنت هموت بعد الشر عليك. ما تقولش كده. لما سمير جاله هبوط لحقت العربية على آخر لحظة. بعد الشر عليك، ما تبقاش تقول كلام زي ده لو سمحت. المهم طيب سمير عامل ايه دلوقتي؟ معرفش، ما بعد ما وصلته البيت ما كلمتوش. بعد كده قلقت عليكي. كان يوم صعب جدا قوي. خلاص عدى على خير. الحمد لله الحمد لله. انا رايحة لندن النهاردة. ليه؟ علشان بابي على بالي بقاله كذا يوم وعايزه اطمن عليه. انا خدت رقم رامز من المشتل لما ما لقيتكيش فكلمته، انما هو ما ردش. لا تلاقيه ما عرفش نمرتك علشان كده ما ردش. اصل رامز ما بيحبش ابدا يرد على الارقام اللي هو ما يعرفهاش. الحمد لله على السلامة يا حاج سمير. بتركن عندك ليه؟ مادام فاضية هتفرق في ايه؟ ما كلها محصلة بعضها. وجاي متأخر ليه طيب؟ كنت في مشوار. خير، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش. أنا بس أصلي ما شفتكش بقالي كام يوم، فقلت ما ينفعش أقفل غير لما تيجي. خطبتها ليه يا سوني؟ هو ايه اللي خطبتها ليه؟ مش فاهم. عملت كده ليه؟ خطبتها عشان بحبها يا سمير، ايه مشكلتك؟ ما عنديش مشكلة. مبروك. الله، هو أنا مش سألتك يا أبو سمرة؟ سألتك قلت لك تلزمك، قلت لي لأ. فتروح تخطبها من غير ما تقول لي صح؟ وكنت عايزني أقول لك ليه إن شاء الله؟ عشان تروح تخطبها لي. فترجع تقول لي معلش يا سوني، اصل هي شايفاك زي اخوها. اسكت، مش انا بقيت اعرف اخلص الحوارات دي لوحدي؟ ولا هي الحاجه ما بتحلوش غير لما تبقى في ايد غيرك؟ ياه، صدق انا فهمتك دلوقتي. ازاي كل ده ما كنتش فاهمك يا اخي؟ انت طلعت شايل مني قوي. وشيل منك ليه يا اخوي؟ خدت اللقمه من قدامي. انا الحمد لله اللقمه جت لحد عندي. الله يبارك فيك يا سمرة. محمد
معاهم الكونفرنس كول في خلال يومين. الساعة 3 الماركتينج ميتنج اللي كنت عايز تحضره. لا لا مش قادر يا مريان. كلمي مستر حسين خليه يحضر مكاني. اوكي. في حد سأل عليك وانت في الميتنج بس ما كانش واخد ميعاد وعمل مشكلة مع السكيورتي. اسمه ايه؟ اسمه ضاحي عبد الحكيم. انت تعرفه؟ لا. ما حدش شافه قبل كده؟ يمكن جاي لحد تاني. بس هو كان مصر قوي ان هو يشوفك وفهمناه انه لازم ياخد ميعاد فاتعصب قوي وما رضاش يمشي لدرجه ان الامن اضطر يشيله بره. ايوه. اه خليه يدخل. طب ماشي مش انتوا اتصرفتوا معاه؟ خلاص تمام. مريم اتاكدي على حسين انه يحضر مكاني في الميتنج. اوكي. وهاتي لي اي بين كيلر بليز. اوكي. اتفضل يا هم. الموبايل عليه ابلكيشن تراكنج. اللي عامل تراكنج ده يقدر يعرف ايه؟ يقدر يتتبع مكانك. لا ايه تاني؟ ولا حاجه، الجهاز نفسه قايم. وده الرقم اللي عامل تراكنج. احنا نقدر نشيل الابلكيشن عن الموبايل؟ ايوه حضرتك، بسيطه جدا. واللي عمل التراكنج هيعرف ان احنا شلنا الابلكيشن؟ ايوه يقدر يعرف. خلاص مفيش داعي. تمام. بعد اذنك. ايهاب عايز اشوف كاميرات الامن هنا عندي على اللابتوب. اه طبعا انا ممكن ادخل حضرتك على النتورك. اتفضل. عايز اشوف اخر ساعه ونص. ساعه ونص. هات لي الكاميرا دي. ممكن يكون صوت الفيديو كده مش واضح شويه. هو ده اعلى حاجه في الصوت؟ ده اعلى حاجه. اوكي. تمام كويس. ماشي شكرا يا هبه. شكرا. بس صعب الشركه ده يا مستر. ايوه مستر زفت على دماغك ودماغه. لسه ما جاش. هيجي امتى؟ لازم اعدي. هتسابق؟ خلاص انا بكتبه. يابا وسع كده انت كمان. يا عم وسع. يا عم بلعب فرانيلة فرت هو اهو. فيلا سيب يا ورقة سيب يا حيوان فيلا. علينا محمد خش بالعيد. تعالى انت عزب يا ابني. النص ده هيقع. حطه بره ارض. وهيقول الدنيا هنا. انت يا حرف انت والرايق. اعملوا لنا المكان المقلوب ده. مين صاحب المحل ده؟ أنا صاحب المحل ده. أنت ضحي عبد الحكيم؟ أيوه أنا ضحي عبد الحكيم. بس صلى على النبي بس كده. أكيد بس أنت بتقول ده بس. يابا أكيد في حاجة غلط يا بابا. يا عم أكيد في حاجة غلط. امشي. يابا في حاجة غلط يا حرام. امشي. يا عم مكسورة. يا عم اهدى هو. يلا. يا عم اهدى. بس يا بنتي وفضلنا واقفين من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 10 بالليل لغاية ما الحفلة ابتدت. لا كل ده. اصل كيتي بقى لها 6 أشهر هتموت وتحضر الحفله دي فاضطريت اقف معاها طول الوقت ده. انا كده ابتديت اصدق ان انا وحشتك قوي يا فهد. طبعا وحشتيني. تقولي كده ليه؟ بصراحه كنت متوقعه لما حضرتك اتصلت بيا وصممت ان انا اجي ان عندك موضوع مهم عايز تحكيه لي. بس من ساعه ما انا قعدت مع حضرتك واحنا قاعدين بندردش وبتحكي لي عن الكونسرت وكيتلين which is really nice. لا الحقيقه احنا مش بندردش. أنا اللي عمال أتكلم لوحدي ومستنيكي بقى تتكلمي أنت. ليه هو حضرتك جايبني من القاهرة لغاية هنا علشان تسمعني بتكلم؟ أنا لما طلبتك ما كنتش متخيل إنك هتيجي. بس لما وافقتي تأكدت إن أنت عندك حاجة عايزة تقوليها. بس أنا ما عنديش حاجة أقولها. لا يا نايلة. أنا لو متأكد إن أنت كويسة ما كنتش طلبت إن أنا أشوفك.
اديني سمعت كلام حضرتك وكيد حضرتك شايف ايه؟ شايف بنتي اللي اعرفها طول حياتي مهما كان اللي جواها ما بتطلعوش. نادين اكستريم في كل حاجه زي ما انت عارفه، عشان كده بقدر اتوقع تصرفاتها، انما معاكي انت ما بقدرش اشوف بوضوح الرياكشنز بتاعتك ممكن توصل لايه، وده اللي بيخوفني. انا لو اعرف او احس ان في اي حاجه ممكن تاذيكي انا مش هقف اتفرج، وانا متاكد ان انت بتعرفي تواجهي حاجات بنفسك، بس بتيجي اللحظه اللي ساعتها لازم اتصرف زي ما اي اب بيصرف عشان يحمي بنته اللي بيحبها. حتى لو انا ما طلبتش من حضرتك يا بنتي، انا اللي بيقلقني دايما ان انت بتدوري على الحل المثالي. مفيش حل مثالي يا نايلة، المهم انك تبقي سعيده في حياتك. ايه رايك نقوم نتمشى شويه بقى؟ اهم حاجه عندي انك تكوني متاكده ان انا معاكي وفي ظهرك على طول، وعمري ما هلومك على حاجه، بالعكس هبقى معاكي في اي حاجه تعمليها. ميرسي يا بابي حبيبي، بس من فضلك ما تقلقش عليا، انا عارف اكون سعيد. ايه رايك؟ بلاش. اوبا حلوه دي يا توقع، شكلها في الشياك. ايه رايك؟ مش عارف. مش عارفه ليه؟ طيب هي على قد المكان عندنا تقريبا. طيب خلاص مش مهم، مش مهم طالما مش عاجباكي، مش مهم، المهم تختاري الحاجه على ذوقك وانت مقتنعه ومرتاحه وزي الفل. حاسه ان احنا ممكن نلاقي حاجه احسن. خلينا نشوف حاجه تليق على لون خشب السفره اللي احنا جبناها. سفره؟ مال اوضه السفره باوضه النوم يا توق؟ طيب اللي تشوفيه، اللي تشوفيه لفه كمان تعالي. بس بقول لك ايه، هي لفه واحده بس، الله لا يسيئك. ها عايزين نلحق نخلص من حوار الاوضه ده النهارده عشان نلحق نعرف ايه اللي احنا محتاجينه في العموله، وكمان نلحق نتفق مع نجار كويس كده ابن حلال نقف على ايده وهو بيعمل لنا اوضه النوم بخشب محترم، عشان دي اوضه النوم مش اي اوضه، لازم تكون بتستحمل. ايه بتبصي لي كده ليه؟ لا ولا حاجه. انت عارفه يا بت توقع، والله العظيم ثلاثه انا حاسس ان ربنا بعون الله ان شاء الله هيكرمنا اخر كرم، وفي بحر شهر هنكون كتبنا الكتاب ودخلنا على طول. لا شهر ايه يا سنة؟ انا مش هلحق استعد يعني. خلاص ملحوقه، نخليها اول خميس في الشهر اللي بعده، وهو بالمره نلحق نتفق على حوار قاعه الفرح. تمام كده؟ ايه رايك في اجازتك اللي جايه؟ سبحان الله وتسهيله، ناخد بعدين انا وانتي ونطلع على اسماعيليه نظبط حوار القاعه دوت. انت عارف انا بفكر في ايه؟ بصراحه يعني انا بقول نخلي الفرح على الضيق وبفلوسه ناخدها ونطلع بيها انا وانتي على اسكندريه ولا على الغردقه، نعمل احلى شهر عسل في الدنيا على حق ربنا، ايه رايك؟ مش هينفع يا سنة. خلاص بلاش اسكندريه ولا الغردقه، شوفي عايزه تروحي فين يا ست البنات. انا مش قادره اكمل. نعم؟ مش عايزه، مش هينفع اتجوزك. اصله ده مش فاهم يعني، امال احنا هنا جايين نعمل ايه؟ انا اسف. طب اهدي اهدي كده، استهدي بالله وصلي على النبي يا توقع، صلي على النبي اهدي. احنا 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 ممكن نخلي الموضوع دوت للصيف اللي جاي، ها على الاقل تكوني خدتي عليا شويه والدنيا. انا اسفه يا سوري، مش هو الا اسفه. اسفه اسفه ايه؟ هو احنا جايين نلعب هنا؟ مش قادره يا سوري، حاولت وما قدرتش.
انت بجد انسان طيب قوي وكويس قوي. واستبن حطي عليهم استبن. الله، امال ايه يا عروسه؟ شايفه لك شوفه تانيه؟ شكلك نسيتي. لا افكرك، انا عامل فيك جميله يا بت، انا عامل فيك جميله. ها لو فاكره ان هو هيعبرك تبقي غلطانه يا حبيبتي. فوقي بقى من الوهم اللي انت عايشه فيه ده، فوقي. انت كنت ممكن تبقي نجمه النجوم على الانترنت، وكل الناس اللي واقفه بتتفرج علينا دي كانت هتبقى عارفاكي كويس قوي. ها تعالي هنا يا حبيبه قلبي، انت اللي مش هتقدري يا تقى. الحقيقه بقى انه انا اللي قدرت وعفيت، بس انت ما تستاهليش غير انك تتشاطي بالجزمه زي ما كان بيعمل معاكي. اصفخش على دي معرفه. مستر أكرم، أنا سوني. أيوة سوني، أنا عاوز أقعد أتكلم معاك في موضوع ضروري قوي. معلش يا سوني أنا مشغول اليومين دول مش فاضي، هبقى أكلمك. معلش يا مستر أكرم، اتعب شوية وفضيلي نفسك، الموضوع أصله يخصك بالجامد، ولا أنت خال عليك الحوار بتاع الصورة بتاعت الفيسبوك دي؟ صورة إيه؟ صورة المدام اللي مع سمير يا مستر. احنا لازم نتقابل عشان نقعد ونتكلم، ده لو انت عايز تفهم كل حاجة. سلام. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله العظيم تلاتة، والله العظيم يا مستر أكرم انا ما كنت ناوي اقول لك. انت عارف سمير ده بالنسبة لي ايه؟ سمير ده يبقى اكتر من اخويا، اكتر من اخويا. بصراحة أنا بقيت خايف قوي عليه من اللي بيعمله، وخايف عليك أنت كمان. أنت بقيت عشرة يا مستر، والعشرة لازم تتصام، ولا إيه؟ سمير يقدر يعرف إيه من الموبايل بيتجسس عليه؟ طول ما الموبايل فيه إنترنت يقدر يسمع ويشوف كل حاجة هو عايزها، ولو معاه هارد ديسك يقدر كمان يخزن كل اللي هو شافه. يعني لو حب ياخد فكره وهف الشوق. انت عارف معنى اللي بتقوله ده؟ انت شكلك مش مصدقني. انا عذرك، معاك حق. تعال معايا وانا هوريك معنى اللي انا بقوله ده ايه. ايوه خلاص خلاص جيلك اهو على الطريق. اول ما دخلني ما حسيت بمفاتيح ومفتاح على طول. ما هو حياتي بصراحه مش حياتي انا. أنا آسف يا مستر، أنا آسف، بس هي دي الحقيقة. السكة دي أصلها آخرتها سوادها الكل. بس وعهد الله، وعهد الله يا مستر أكرم، أنا ما أعرف إن سمير مكمل فيها. أنا أصلاً أنا وهو متفقين وحالفين سوا على المصحف إن إحنا نبطل كل حاجة خالص، بس أنا ما أعرفش إيه اللي طق في دماغه وخلاه يعمل كده. أنا مش عارف إزاي أنا ورطت نفسي مع أوساخ زيكم، ازاي ما كنتش شايفكوا على حقيقتكم من الاول؟ اهدى يا مستر اكرم، اهدى وصلي على النبي. ما تاخدش الحاجات كده على ولا عاطل على باطل.
هو انا يعني لو ما كنتش متضايق وهطرشق من جنابي كنت جيت قلت لك؟ انا عايز الحاجات دي، عايز اشوف الحاجات اللي اتجسستوا عليها، عايز اشوفها. هفهمك الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي مش موجوده هنا خالص. المكان هنا مقفول من زمن، من ساعه ما انا وسمير حلفنا على الطوبه النصوحه، او انا اللي كنت فاكرها كده. كل الحاجات اللي انت سمعتها دي حاجات قديمه، وبصراحه الحاجات اللي تخص الحاجات اللي تخصك انا بصراحه ما اعرفش سمير مخبيها فين. طب هي مش قصدي المدام مش هتحس ان في حد بيتجسس عليها؟ وهي هتعرف منين؟ ولا هيبان اي حاجه خالص، غيرش بس ان ممكن تكون باقه النت بتخلص بسرعه، ومتهيألي يعني الموضوع دوت بالنسبه للمدام ملوش اي لازمه. هو ممكن يكون سمير بعت لها اي لينك لابس من اي رقم غريب ففتحته فخلاص، او ممكن تكون المدام نسيت موبايلها في العربيه فوقع تحت ايده. يا ولاد اهدى يا مستر اكرم، اهدى وصلي على النبي ابوس ايدك، اهدى. هو ده يعني جزاتي ان انا ما قدرتش استحمل الغلط عليك ولا على اهل بيتك؟ اهدى. اعمل لك طب حاجه سخنه تشربها، اعمل لك كوبايه شاي. طيب بلاش انا بس ليا طلب عندك، ابوس ايدك يا استاذ اكرم. انا مش محتاج اكد عليك ان انا ما قلتلكش حاجه خالص، الله لا يسيئك. أنا عايز أعمل هاكينج على موبايل. لا مستر أكرم، أبوس إيدك، أنت بتفكر في إيه؟ بقول لك سمير ده هو اللي معلمني، يعني هو حتى ممكن يفقسها من قبل حتى ما إحنا مش سمير، رقم تاني. معلش يا مستر، والنبي عشان خاطر اعفيني أنا. أنا مبطل من زمان والمصحف، يعني هو ما عرفش يحافظ على الحلفان بتاعه، هل بسبب؟ بقول لك إيه؟ أنا ماليش دعوة بالوساخة بتاعتكم دي، وزي ما ورطتوني في كل القرف ده، هتعمل اللي بقول لك عليه غصب عنك، وإلا الصبح قسماً بالله هقفل لكم محل، وأنت وهو وعيلتك هوديكوا في 60 داهية. حاضر يا مستر، حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، حاضر. بس انا هعمله لك عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر انت صعبان عليا. انا حاسس ومقدر وفاهم كويس قوي، ثلاثه بالله العظيم حاسس وفاهم كويس قوي ايه اللي جواك. لا مؤاخذه يعني موبايلك من غير نت ولا له اي ثلاثه لازمه، حته حديده. انت كل اللي محتاجه جهاز جديد برقم جديد، ودي سهله امرها عندي. الموضوع كله هياخد مش اكتر من نص ساعه، وانا هقول لك تعمل ايه بالظبط. الو؟ ايوه سمير. ايوه مستر. انت في البيت؟ اه يا مستر في البيت. خير، في حاجه؟ انزلي دلوقتي، عايزك. انا عند عربيتك. حاضر.